نقفل الأصوات. أنا ابتديت أقلق منك. بتسمعي أفكاري صح؟ طب لو سمحت أنا مش حارة وملوني على طول. والسؤال اللي جاي عند آية وبيقول: لو أسامة عنده فرصة شغل برا مصر بمقابل كبير وأنت رافضة، هيعمل إيه؟ وأنا رافضة هيعمل إيه؟ تيك تك تيك تك. هيروح. مش هتيجي؟ مش هيروح. طيب افتحوا لنا عند أسامة. أسامة. أيوه. بعت لك فوطة سخنة دخلت؟ لا لسه. في طقم جيلي داخل دلوقتي. بروق عليا بأي حاجة كده. طيب أيوة. سألنا آية. لو أنت عندك فرصة شغل برا مصر. طيب. بفلوس كتيرة. ماشي. وهي رافضة. ماشي. هتتصرف إزاي؟ هقنعها وأسافر. يعني هتروح. إجابة صحيحة. انا حبيته اكتر. لو سمحتي البوس خلص، كفايه بوس. لما تروحوا بيتكم بقى ببوسوا بعض زي ما انتوا عايزين، عشان لازم نراعي شعور الناس اللي على السيف، مش كده؟ لا انا مش مبسوطه عشان نكسب، انا مبسوطه عشان يعني فهمني، فاهم؟ الله برافو. عارف انا الرومانسيه ام خمس نقط دي بتبقى حلوه. ايوه. هذا البرنامج برعايه